مكافحة آفة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها إلا باسترجاع العائدات الإجرامية، أي الأموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على مستوى الوطني والدولي. ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بيّنت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لا لاسترجاع ما نهبوه من أموال، لأن الدافع من وراء إتيانهم جرائم الفساد هو بالأساس تحقيق الربح الغير مشروع، الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجنات وحصر عائدتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها، وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون. ويجدر التذكير في هذا الخصوص أن بلدنا يتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شأنها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج.